طيب ارجع لاستاذ كريم، حضرتك تزوجت 4 شهور أربع تقريبا شهور. وحصل الخلع، تمام. ليه بقى؟ كان في اثناء الخطوبه كنا قايلين ان هي تقعد من الشغل، هي وكان ده الاتفاق. اتفاق مكتوب في القسيمه ولا لا؟ لا، ولا اتفاق ودي ان هو اثناء الحمل تقعد تريح. طبعا هي تعنتت جامد جدا بعد الحمل. ابتدى الام تتدخل جامد جدا مع البنت اللي هي تروح عندها الشقه للمتابعه الحمل. انا طبعا وافقت بعد مشاكل كتير ان هي عايزاها عندها، ان انا اروح اتكفل بجميع المصاريف. لقيت مامتها عامله جنب المنزل عندهم الدكتور. طبعا انا ما كنتش موافق ان هي تعمل حمل عندهم من ورايا. عامله ايه؟ عامله متابعه حمل. متابعه حمل عند اقرب دكتور لمنزلهم. طب ايه المشكله؟ المشكله ان امها عايزه تقعدها السنه بتاعه الحمل عندها هناك. انا وافقت يعني، انا بعد كل ده وافقت وكنت بروح لهم. اتفاجئت ان انا كنت سايبها هناك وكنت بروح لها كل اسبوعين، اتفاجئ ان طليقتي بتروح الشغل. طب وايه المشكله لما تشتغل؟ حضرتك جالها نزيف وكانت هتموت. ما اتكلمتش ليه؟ ليه ليه اتكلمت ليه مع الموضوع حصل صدام 4 شهور ده؟ انتوا لسه يا جماعه عرسان، ده هي لسه بعد الحمل لسه بدري بالظبط. جدا. هي بعد الحمل بالظبط عايزه مامتها ان هي تقعد هي معاها. بنت وحيده. بنت وحيده، وهي راحت لها وما رجعتش تاني. انا رحت مره واثنين وثلاثه، لقيت تدخلات الام. جيت اتكلمت مع الاهل، لقيت اخوها بيقول ده مامتي ومراتك بتقول اللي انت سايبها هنا وعندك مأمورية شغل. يعني حصل تلاعب في الكلام. لما واجهت الام بالكلام ده قالت اعتبر نفسك مش متجوز السنه دي وبنتنا هتقعد هنا. قعدت 3 اشهر كل ما اروح لا مش هتروح، لا مش هتروح. في الاخر اخر اسبوعين رحت قالوا احنا اللي بينا محاكم. على طول كده، على طول. ولا ليه كده؟ احنا خلاص بنتنا هتتطلق منك، انت ما بتسالش فيها، انت. ده اهلها اللي قالوا لك كده ولا هي الام؟ البنت لا، نفسها؟ طليقتي كانت ساكته، ما كانتش بتتكلم. واضح ان اهلها طبعا شخصيتهم قويه جدا. عليها. الام اسمع، حتى معلش، زوجة حضرتك اسمها ايه؟ ريم. ريم، برضو استاذه ريم، حق الرد مكفول لحضرتك، يعني لو سمعينا عايزه تعملي مداخله تليفوناتنا قدام حضرتك على الشاشه دلوقتي هتظهر. اي كلام، اي يعني في حاجه عايزه تضيفيها، احنا اكيد برنامجنا يعني لغايه الساعه 5 فممكن تكلمين. طيب حضرتك لسه عندك مشكله موضوع الولد، تمام. بس او البيبي يعني اللي جاي اللي هي لسه لا حامل. ده لا ده هي ولدت. هي ولدت خلاص. المشكله من 4 سنين. اوكي. المشكله من 4 سنين. طبعا اثناء الحمل كنت بعد المشكله وعرفت ان جالي اعلانات من غير ما يجي لي البيت، عرفت ان هم رافعين خلع. يعني انا ما كنتش اعرف. طب لما انت عرفت الخلع عملت ايه؟ ما رحتش اتكلمت معاها بالود مثلا رافضه يا ريم؟ قدام لا ما القاضي. ينفعش. القاضي اداها 3 اشهر مهله. حلو. تقول لا مش راجعه، لا مش راجعه. ايه السبب؟ ده هو اللي طردني. كاتبه في العريضه هو طردني وعملت له محضر ان هو ما بيصرفش عليا. طب ما في الخلع ده بيتعمل اعداد صلح، عرض صلح لا مره حضرتك مفيش واتنين. في محكمه الاسره الكلام ده. هو بيديها مهله مره واثنين وثلاثه. ايوه، عشان تقعدوا في اخصائيين لا اجتماعيين حضرتك، ولا ما بيحصلش الكلام بيقعدوكم ده في مع محكمه بعض. الاسره خالص. ما بيحصلش. لا لا ما بيحصلش. بيعمل خلع على طول. بتقول اخاف اقيم حدود الله، وبعد كده بتقول كلام كله محاضر غلط. فالقاضي خلاص بي لان عنده طبعا رول كبير. تمام. طيب من ناحيه الطفل طبعا منعوني ان انا اروح البيت خالص عندهم. ولدت وراحت عملت شهاده الميلاد بقسمه الزواج. عملت ايه؟ عملت شهاده ميلاد ابني بدون علمي كمان. بس ازاي ده ما ينفعش؟ المحامي لما رفعت نفق الطفل قال لي ليك شهاده ميلاد مراتك ولدت وسمت ابنك عمر، وعامله لك محضر اللي هي راحت البيت عندك وانت رفضت. ان انت كله امتنعت. محاضر كيديا.